السلام عليكم، مرحبا أصدقائي، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية، وإن شاء الله تكون السنة الجديدة خير وسعادة على الجميع. اليوم أصدقائي رح نتعلم أدوات الطفل، درس كثير مهم ومفيد للجميع. قبل ما نبدأ بهذا الدرس، إذا كنتم ما لكم مشتركين بالقناة، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم جميع إشعارات دروسنا القادمة بشكل مباشر، وبتمنى تدعمونا باللايك حتى نستمر بنشر المزيد. وبتمنى تشاركوا هذا الدرس وجميع دروس القناة مع جميع أصدقائكم ومعارفكم حتى نستمر بنشر المزيد وتعمل فائدة لأكبر عدد ممكن. وإذا عندكم أي سؤال أو أي اقتراح اكتبوه بقسم التعليقات أسفل الفيديو، وانتظرونا بالمسابقة القادمة إن شاء الله. راح أعمل بث مباشر وأشرح جميع التفاصيل المسابقة وكيفية الاشتراك بالمسابقة بالبث المباشر. وهلأ خلونا نبدأ بالدرس. عندنا عربة الطفل بيبيك عرباس، بيبيك عرباس، بيبيك عرباس. بيبيك يعني الطفل الرضيع اسمه بيبيك. عربة عرباية، عرباس هنا مضاف إليه. بيبيك عرباس، عربة الطفل بيبيك عرباس. إذا بدنا نقول رضاعة أو لهاية مثل ما لكم شايفين بالصورة، عنا الرضاعة ام زيك، ام زيك، ام زيك، ام زيك، ام زيك، رضاعة أو لهاية. بابك بشي سرير الطفل، بابك، بابك طفل رضيع، بشي يعني سرير الطفل أو المهد، مهد الطفل مثل ما لو موضح بالصورة. بابك بشي، بشي هنا بنمد الحرف اللي قبله اي بشي، لانه يوم شاقي يمد الحرف اللي قبله. بشي بابك بشي، رضعت او لهاية ام زيك، ام زيك، ام زيك، ام زيك، ام زيك، ام زيك. عربة الطفل بابك عربص. عندنا مشاية الطفل مثل ما لو موضح بالصورة شلون بيمشي الطفل، هاي عربة المشي. بابك يوروتاجي، يورو تي جي، يورو يورو امشي، يورو ماك المشي، يورو تي جي مشاية، يورو يورو تي جي مشاية الطفل. بابك يورو تي جي. خشخاشة أو اللي بيكمشها، اللعبة تبعت الطفل اللي بيكمشها دائما وبيخشخش فيها أو اللي بيهزها. بابك، بابك الطفل شنجراو، شنجر، شنجراو، شنجراو، بيبيك شنجراو، شنجراو. هنا يوم شاقين من مد الحرف اللي قبله آ، شنجراو، شنجراو، بيبيك شنجراو، شنجراو، بيبيك شنجراو، بيبيك يوروتاجي، بيبيك شنجراو. عندنا كرسي الطعام أو اللي بيطعموا فيه الطفل، بيقعدوه بيطعموه، اسمها ماما ساندالياسي، ماما ساندالية سي، ماما ساندالية سي، ماما ساندالية سي. عنا الببرونة أو الرضاعة مثل ما لكم شايفين بالصورة، هي الرضاعة اسمها بيبرون، مثل ما نستخدمها نحن باللهجة العامية ببرونة، بيبرون، بي بيبرون، 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 بيبرون. إذا الجهاز اللي بيسخن الحليب أو الرضاعة، سخانة الرضاعة الطفل، بيبرون، استراتيجية، استراتيجية سخان أو مسخن، بيبرون، بيبرون الرضاعة، بيبرون استراتيجية، بيبرون استراتيجية سخانة الببرونة. عندنا الكلمة الأخيرة هي حفاضة الطفل، الحفاضة على الحل باز، بيبك بيزي يعني حفاضة الطفل، بيبك بيزي، بيز حفاضة، بيبك بيزي حفاضة الطفل. نعيد الكلمات هدول، عربة الطفل بيبك عربص، بيبك عربص، رضاعة امزيك، امزيك، سرير الطفل أو مهد الطفل بيبك بشي، بيبك بشي. عنا مشاية الطفل
بابك يورو تاجي، بابك يورو تاجي، خشخاشة اللعبة اللي بيلعب فيها الطفل، بابك شنجراو، شنجراو، بابك شنجراو، كرسي الطعام للطفل، ماما صانداليسين، ماما صاندالية، كرسي صانداليسين، ماما صانداليسين، بيبرون، بيبرون رضاعة، بيبرون استراتيجية، فخانة الرضاعة، بيبرون استراتيجية، وحفاضة، باز، حفاضة، حفاضة الطفل، بابك بازين، بابك بازين. ولهون أصدقائي بنكون انتهينا من هذا الفيديو. إذا عجبكم بتمنى تدعمونا باللايك والشير حتى نستمر بالنشر المزيد، وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوه بقسم التعليقات أسفل الفيديو، واكتبوا لي شو حابين نشركم بالدرس القادم، وإذا عندكم أي سؤال اكتبوه بقسم التعليقات، ولا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو وتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.